انا في الدار ديالي بوحدها لهي عند الشاطو، وهو انا عطيه الدار هي هذه، وعنده المحل فاش يصور طرفة الخبز، كيبريكوري ها هو سودور ها هو تريسيان ها هو كاع الصنايع جامعهم، والرزق يجيب الله. على اي حال انا حتى الجوج ونص ولقيته برا عند حتول الخضار، وجا سلم عليا عادي ما عنده حتى شي نقص عادي، قال لي لاباس لاباس صافي سلم عليه وجا. هو كانت النفس ديالو حاره، واخا يكون مضروبه فيه هذاك سميتو ما كيرضاش بيه شي حد، ما كيرضى حتى بشي حاجه. انا كنقول هذاك سميتو الا كانت شي حاجه خصها شي حاجه راه غادي يجي عندي ولا يصيفط لي واحد من الدراري، وداك الشيء ما كاين حتى شي مشكل. ايوا جيت في حالي صافي، دوزنا الليله حتى 7:24 دقيقه ديال العشيه، وتكلمت معاه صيفط لي كنهنيه بحلول شهر رجب المبارك، ودعيت معاه ومع الدراري وداك الشيء، ومجاوبني وانا في الواتساب قال لي اللهم امين يا رب العالمين. ما كاين عندنا حتى شي حاجه ديال الخلاف ولا شي صداع ولا شي حاجه، ما في راسي حتى شي حاجه. صافي مشينا بحالنا في تل 11 ديال النهار فقط هذاك سميتو، كنجي كنرقب كنشوفو، لما لقيتوش كنسول الدري ولدو فين مشى باك، واش خدام، واش داير، هادي واش جالس، هادشي علاش كنشوفو. ملي جيت هذاك سميتو فاذا بي كنلقى الجوقه ديال بنادم مجموعه، وواحد السيد الجار ديالنا هو اللي واقف عند الباب حابس الناس. قال لي البركه في راسك رشيد، راه مات، راه انتحر. صافي هذا الشيء اللي عارفني، الا زدت شي حاجه غادي نزيد من راسي، ما نزيد شيء. اما هذاك الكلام اللي كانوا اللي دلاو به اللي مشاو من هنا، هذاك الشيء ما عنده حتى اساس من الصحه حقيقه، ما خدام شيء ولا هذاك سميتو. لكن هذا الشيء كذب والله، ولكن هذوك الناس كانوا كيصرحوا، كل واحد كيصرح على حساب داك الشيء اللي داره هو شخصيا في شخص المرحوم. سمعتيني ناس؟ يعني داك الشيء اللي صرحوا به ما عنده حتى شي اساس. ما وقع والو، جا كيف العاده ضاحكين، بدا هو ماما شويه كنضحكوا عادي بحال ليام عاديه. صافي شاف معهم هو نفس شويه حار، ما كيبغيش ماما تخدم. صافي تازمت الحاله، تسد الحانوت، حتى واحد ما بقى جا. صافي هادشي اللي كاين، تعصب بزاف غرو الشيطان. عيط لي الراجل مع ديك تسعود، مشى صاوب لي شي حاجه ورجع مع 11 جمعة 11 جمعة الصب. كيكون خدام في الدو في شي حاجة كيصوم شي ناس. صافي جمعة الصب. صافي بلا كيكتب. هذيك قبل. هي ديك جا بدا كيكتب في واحد الورقة وقال لنا هاد الورقة ما يقراها حتى واحد، وغدا ديها لباك على جدي. ديالي. صافي أنا ما جاتني تفكرة في راسي زعما راه غيمشي يدير شي حاجة، ولكن ما عرفتش حسيت بشي حاجة ونط قريت ديك الورقة، وليك راه مع 4 ديال الليل. قلت خويا نوض طلع، قال لي خويا بابا راني عصات فيقي غيبدا يبكي غيبدا يغوت عليك. صافي هذيك غد لي في الصباح طلع خويا باش يجيب التريكو ديالو لك بابا مشنوق. وداك الشيء اللي قالو هو راه في الورقه، راه في الصحافه، راه في البوليس. وداك الشيء اللي كيقول له مختل العقلي، انا هادشي كله غير كذوب، حتى واحد ما هضر عليه، كلشي كيهضر على راسه. ما شنقول لهم، ما يبقاوش خاصهم يقولوا شي حاجه اللي هي كاينه، خاصو يشوفوا ويسمعوا ويعرفوا شنو كاين.